السلام عليكم يا شباب، معكم ايمن محمد في حلقه جديده من مراجعه كتاب اللي بنعملها كل اسبوع. النهارده هنراجع كتاب وظيفه الاحلام. هل انا مناسب للبرمجه؟ هل انا مناسب للتصميم؟ هل انا مناسب ادخل كليه فلانيه؟ هل انا مناسب لاي عمل ما؟ وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. افكرك لو انت عايز تقرا الكتاب وعايز تشوف ملخص الحلقه دي كلها هتلاقيها في الموقع بتاعنا تحت في الديسكربشن. ومن غير كلام كتير اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات، ويلا ندخل في مراجعه الكتاب. اول نقطه الكاتب اتكلم عليها بعنوان وظيفه الاحلام باسم الكتاب ذات نفسه. عشان تعرف ان الوظيفه دي مناسبه ليك لازم تتوافر فيها شويه صفات، واول صفه هي تبقى سهله او مناسبه ليك. يعني ايه سهله ومناسبه ليك؟ مش بتكلم على ناحيه القدرات المعرفيه، هو بيتكلم على نسبه السهوله او القابليه ان انت تعرف تعمل الشغل ده. يعني انت ما تروحش تقول لي انا هشتغل شغلانه مثلا مهندس مدني بيطلب ان انا اقف طول اليوم في الشمس وانا ما بقدرش اقف كتير، او مثلا تقول لي انا هشتغل شغلانه تتطلب مجهود ذهني كتير وانا لا اقدر على هذا المجهود. فاول حاجه لازم تعرفها في الوظيفه اللي انت المفروض هتستمر عليها بقيه حياتك هي انها بتبقى مناسبه ليك من ناحيه الامكانيات البدنيه المتاحه او الشروط القهريه اللي ما ينفعش تتطور او ما ينفعش ان انت تزيد الكباسيتي بتاعتها. الحاجه الثانيه هي دخلها مناسب، مش لازم دلوقتي، حتى في المستقبل يمكن في المستقبل يبقى دخلها مناسب. يعني ما تروحش تقول لي وظيفه الاحلام بتاعي هي وظيفه بتنقرض اساسا، ساعي البريد مثلا انقرضت دلوقتي خلاص. المهم لازم تختار الوظيفه بتاعتك يبقى ليها دخل مناسب وليها مستقبل كويس عشان ما تنقرضش. ما تختارش وظيفه ملهاش دخل مناسب وتقول لي هي الوظيفه دي اللي انا مرتاح فيها، لازم تتوفر فيها العاملين دول مع بعض. الحاجه الاخيره وهي هتحقق لك النمو النفسي والنمو الاجتماعي. النمو النفسي وهو انك تترقى في المناصب بتاعت الشغل بتاعك ده عشان تقدر بعد 10 سنين تبقى حاجه تانية. ما ينفعش اشتغل نفس الوظيفه لمده 10 سنين وابقى نفس الجوب تايتل بتاعي ونفس عنوان المسمى الوظيفي بتاعي هو هو. وظيفه تعرف تترقى فيها من الاخر. بعد النقطه دي الكاتب بيقول لك لازم تفرق ما بين حاجتين، الحاجه الاولى وهي الجوب والحاجه اللي بعديها هي الكارير. الشغل العادي اللي هو ممكن تبقى سواق، مع احترام كل السواقين، ممكن تبقى سواق، بس هل السواقه دي تعتبر كارير؟ لا، دي شغلانه. شغلانه مؤقته، يعني مش هتقدر تتطور فيها، مش هتقدر تبني كارير، مش هتقدر تبني مسيره مهنيه. هي الفكره في فكره المسيره المهنيه. المسيره المهنيه ان انت مثلا تبقى سواق دلوقتي بتشتري عربيه مثلا، بعد شويه يبقى عندك عربيتين، بعد كده ثلاثه، بعد كده اربعه. انت هل الجوب تايتل بتاعك سواق؟ لا، انت الجوب تايتل بتاعك انتربرينور اللي هو رائد اعمال. انا بدات سواق بس المسيره بتاعتي ان انا رائد اعمال، رجل اعمال بحاول اعمل شغل مع نفسي. ودي هي الفكره، ما تاخدش وظيفه من ما بين الاف الوظائف المتاحه تبقى ما ينفعش فيها لفظ الكارير، ما ينفعش فيها لفظ المسيره المهنيه. فانت لازم تفرق ما بين النقطتين دول، ما بين الجوب والكارير. النقطه اللي بعد كده والكاتب اتكلم عليها واكد عليها قوي وهي معادله النجاح والسعاده. معادله النجاح والسعاده بيقول لك عناصرها بكل بساطه، اول حاجه ان يبقى الشغل فيه شغف. يعني ما ينفعش يتوافر الشرطين اللي احنا قلناهم في الاول وتبقى الشغل انت بتكرهه. دي مش وظيفة أحلام حضرتك، دي وظيفة جات لقطة، ولكن دي مش وظيفة الأحلام. لازم الوظيفة اللي تبقى كويسة لازم يتوفر فيها الشغف، أنا بحب الحاجة دي وبعملها وأنا بحبها مش بكرهها. تاني حاجة وهي الفلوس، اتكلمنا عن الفلوس. تالت حاجة وهي الانسجام والإنسيابية. يعني إيه الانسجام والإنسيابية؟ هي بكل بساطة ملمسة مع النقطة الأولانية وهي بيئة العمل. لازم بيئة العمل تبقى مناسبة ليك. كل ما بيئة العمل بقت مناسبة ليك أكتر، أنت قاعد في مكان مرتاح فيه أو شغال في مكان مرتاح فيه، مش هتحس بالوقت، مش هتحس ان انت غريب عن المكان. لو انت الشغل ده بتحبه ومرتبه كويس وانت منسجم مع بيئه العمل، فانت هتحس ان ده المكان اللي انت بتنتمي ليه فعلا. فالنقطه اللي بعد كده في معادله النجاح والسعاده هي الانتماء. طيب حلو، لقيت يا معلم الشغل اللي فيه كل الحاجات دي، ازاي احكم عليه بقى؟ ازاي اقدر اقول والله الشغل ده بالرغم من كل فيه الصفات دي هو ده الشغل المناسب؟ الكاتب بيقول لك بعيد عن الصفات الحالمه اللي انا قلتها في الاول، في صفات لازم تبقى متوفره تانية وهي مرونه ساعات العمل. ما ينفعش تقول لي والله انا هشتغل في وظيفه الاحلام بتاع دي 14 ساعه في اليوم. والله لو كنت انت منسجم وكان فلوسك كويسه وكان صحتك تسمح برضه مش هينفع تشتغل 14 ساعه في اليوم. لازم مرونه ساعات العمل يبقى شغل 8 ساعات او 7 ساعات وعندك اجازات بتاعتك 10 ساعات ماكسيموم. ده انت لو شغل بقى بتاعك، يعني انت مش شغال موظف. فلازم يبقى الشغل بتاعك في مرونه في ساعات العمل. الحاجه اللي بعد كده هي المحاسبه والمساءله. انت لو شغال موظف او شغال في شركه، مين اللي هيجادج عليك او مين اللي البوس بتاعك اللي هيقدر يشوف الشغل بتاعك؟ الشغل ما ينفعش لو المحاسبه والمساءله فيه الغلطه بجون، الغلطه هتترفد منك. انت كده مش في شغل، انت كده في حرب. لا، الفكره لازم يبقى نظام المحاسبه والمساءله في الشغل بتاعك مرن ويسمح بالغلطات. لو انت عملت غلط
ما خصمش منك 10 ايام، لا اتخصم منك مثلا حاجه بسيطه، او تاخد جزء، تاخد تنبيه، تاخد حاجه زي كده. فلازم نظام المحاسبه المساءله يبقى منطقي. الحاجه اللي بعد كده وهي الامان والاستقرار. الشغل ده فيه امان واستقرار؟ هل هنمضي عقود اول ما نتعين، ولا هنتعين بعقود مؤقته وبعد شهرين يسوحونا من الشغل؟ لا، لو انت الشغل مناسب، مناسب بدنيا وذهنيا وكل حاجه، بس ما فيهوش ميزه الامان والاستقرار ان انا هستمر فيه فتره كويسه اقدر ابني عليها حاجه في حياتي، فالشغل ده مش مناسب. لازم تحاول تشوف شغل نوعا ما يتميز فيه ميزه الامان والاستقرار. ولو ما لقيتش الشغل ده دلوقتي متاح، امسك في اي شغل، نصيحه مني يعني بره الكتاب، امسك في اي شغل عادي، ظبط يا معلم فيه، حد لما تلاقي الوظيفه اللي فيها الامان والاستقرار روح لها وهتعرف تترقى فيها، حتى لو مرتبها اقل شويه، بس الامان والاستقرار مهم جدا. طيب لقيت كل الكلام ده، لقيت الوظيفه المناسبه ليك، ازاي بقى تمسكها؟ في شويه مهارات الكاتب بيقول لك لازم تبقى عندك، يعني هو حاطط افريج كده للمهارات. لو انت امتلكت المهارات دي بالاضافه للنولج بتاعت او المعرفه بتاعت الشغل اللي انت رايح له، بالاضافه للمهارات اللي انا هقولها دلوقتي دي، فانت بنسبه كبيره هتتقبل في الشغل، لانها مهارات يعني تقدر تقول عامه بين كل الشغلات ومطلوبه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده. اول حاجه وهي مهارات الكتابه. ما فيش شغل انت بتكتبش فيه تقارير او بتكتب دوكيومنتيشن او وصف للشغل بتاعك، عشان اداري الراجل الاداري انت هتسلم له الشغل يقدر يقرا الدوكيومنتيشن او التقارير اللي انت كاتبه عن الشغل. مهارات الكتابه شيء مهم جدا، مهارات الكتابه على الكمبيوتر، تكتب على الكيبورد بسرعه وتكتب على الكيبورد بسرعه مناسبه، يعني مش تقرير ورقه واحده تاخد فيه 4 ساعات، لا هو كفايه او 10 دقائق تبقى كتبت التقرير بتاعك. تاني حاجه النيجوشيشن سكيلز، مهارات التفاوض. مهارات التفاوض دي من اهم المهارات، من اول ما انت تدخل عشان تتفاوض على مرتب بتاعك ده حاجة مهمة، بعد كده التفاوض مع العملاء، بعد كده التفاوض على الإجازات بتاعتك مع المدير، بعد كده التفاوض مع زملائك على أحسن مكتب، كل الحاجات دي، لازم يبقى عندك مهارات تفاوض جيدة. وفي كورسات على اليوتيوب كتير على فكرة، كان في مناصر إدراك كانت عاملة كورس لموضوع التفاوض ده، أنصحك تشوف الكورس حلو. المهارة الثالثة والأهم من وجهة نظري وهي التأقلم السريع مع التكنولوجي. يعني ما تقوليش والله لا أنا بحب أكتب على ورق. لو انت الشغل بتاعك بيتطلب الشغل على الكمبيوتر، فانت لازم تتأقلم بسرعة مع التكنولوجي بصفة عامة، لان العصر بتاعنا ده هو كله بيعتمد على التكنولوجي. حلو قوي، الكاتب بيعمل تعقيب سريع في النقطة دي وبيقول لك لقيت الوظيفة، استمرت فيها، كل حاجة زي الفل، كله في الكليتش. يا معلم الكلام ده مش كفاية، لازم تلاقي مصدر دخل إضافي عشان لو حصل في الأمور أمور. ميزة العصر بتاعنا أو الصفة المميزة للعصر بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ده هو التقلب السريع، مهما كانت في ضمانات ما تضمنهاش، عادي ممكن بكره الصبح الشركه اللي انت شغال فيها وفرحان بيها تتقفل، يحصل اي حاجه، تسيب الشغل. فانت لازم يبقى عندك مصدر دخل اضافي. الكاتب بيقول لك بعض الحاجات اللي ينفع تبقى مصدر دخل اضافي ليك، واولها هي الفريلانس، هو انك تشتغل عمل حر بعد الشغل بتاعك، او بيقول لك في وقت الاجازه، يعني انت لو بتاخد يومين اجازه في الاسبوع اللي هم جمعه وسبت، حاول خد السبت او الجمعه يوم منهم يبقى انا هشتغل فيه شغل فريلانس مع نفسي، بحيث ان اعمل مصدر دخل اضافي اقدر احوش منه مثلا، او يبقى وساده ماليه استند عليها لو حصل حاجه. كده خلصنا كل النقاط اللي الكاتب كان قالها في الكتاب. تعقيب ايماني سريع بقى على ان حاجه مهمه جدا، الشغل الحلو ما بيجيش مره واحده، الشغل الحلو ما بيجيش مره واحده، انت لازم تترقى، لازم تبدا بوظيفه تكرهها، ساعات العمل مش مناسبه، البيئه بتاعتها مش كويسه، عشان تتعلم، وبعد كده هتحاول تترقى شويه شويه. يعني هو فعلا بره ممكن وظيفه الاحلام تلاقيها من اول شغلانه، ولكن في وطننا العربي اللذيذ ما اعتقدش ان ده متاح. لازم تبدا بشغلانه مش لطيفه، وبعد كده تحاول تترقى شويه شويه وتسيبها وتروح مكان تاني. هي دي الفكره. فانت لو ما لقيتش شغلانه الاحلام اللي هو فيها كل الصفات دي من اول مره، ما تيأسش، عادي جدا، ده الطبيعي، ممكن ما تلاقيهاش من عاشر مره كمان، وده الطبيعي برضه، وده يعني نوعا ما هيدربك. ضربك ازاي تظبط مهارات التفاوض، ازاي تسلك للمدير، ازاي تتعامل مع زملاء العمل المش لزاز، وكل الكلام ده. ودي حلقه سريعه، كان حلقه كتاب وظيفه الاحلام. لو الحقيقه عجبتك اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات، وشوف الحلقه الجايه. السلام عليكم، باي.